متابعينا الكرام، فضل حتى تصل حافلات فريق المغرب السيطواني هنا لجنبات ملعب شرية صغمل لملاقات فريق الكوديم. المقابلة ستعرف حضور فقط جماهير فريق المغرب السيطواني. بعض اللحظات كيف قلنا ديال اللاعبين ديال فريق المغرب التطواني الذين يصلون تباعا لملعب سنية ترمن. غادي نشوفوا التشكيله اللي غادي يعتمد عليها المدرب الكرواتي اللي تعاقدت معه مؤخرا فريق المغرب التطواني. بهذا الحال فجميع اللاعبين اللي تم التأهيل ديالهم فهما غادي يكونوا حاضرين في هذا اللقاء. إذن كيف قلنا متابعينا الكرام، في هذه اللحظات وصلت حافلة فريق المغرب التطواني حيث سيواجهنا بمدينة تطوان فريق النادي المكناسي. بطبيعة الحال ففريق المغرب التطواني جماهيره متعطشة لتحقيق أولى الفوز في البطولة الاحترافية عن موسم 2024-2025. نذكروا بأن المقابلة غادي تعرف حضور جماهير فريق المغرب التطواني فقط في انتظار أننا نشوفوا كذلك الردة ديال الفعل ديال الكوديم اللي لحدود الآن لم يحقق أي فوز شأنه كشأن فريق المغرب التطواني. إذا الحافلة في هذه الأثناء تغادر ملعب ثانية ترمين. تشاهدوا معنا متابعينا الكرام باتجاه إحدى الفنادق المصنفة. تحت حراسة أمنية مشددة. نذكر بأن المقابلة غادي تكون في حدود الساعة 4 عصرا هنا بمدينة تطوان. نحاول أننا نقربكم من الترتيب ديال البطولة وباقي المواجهات في البطولة الاحترافية. اليوم يعني كنقل لكم الاجواء والبال ديالنا مع المنتخب الوطني المغربي. إن شاء الله انه يحقق بالنسبه للترتيب في المرتبه الاولى نهضه زمام راه بسبعه ديال النقاط، الوداد الرياضي كذلك بسبعه ديال النقاط، المغرب الفاسي بسبعه ديال النقاط. في المرتبة يعني الرابعة الجيش الملكي 6 ديال النقاط، لعب 2 ديال المقابلات فقط فيما باقي يحتلوا يعني المراتب الأولى فهم لعبوا 4 ديال اللقاءات. المرتبة السادسة اتحاد طنجة 6 ديال النقاط، يليه كذلك نهضة بركان 6 ديال النقاط، يليه اتحاد توردي 6 ديال النقاط، شباب السوالم الرياضي 5 ديال النقاط، الفتح الرياضي 4 ديال النقاط، أولمبيك أسفي 4 ديال النقاط، والدفاع الحسني الجديدي 4 ديال النقاط، حسنية أكادير 3 ديال النقاط، المغرب التطواني 3 ديال النقاط، النادي المكناسي نقطة واحدة فقط، الرجاء الرياضي 0 نقطة، وشباب المحمدية ديال العاب 4 ديال اللقاءات لم يحقق أي فوز أو أي تعادل. بالنسبة للمواجهة ديال اليوم كاين المغرب التطواني ضد النادي المكناسي، والمواجهات فهي أسفرت عن فوز المغرب التطواني في 6 ديال اللقاءات، بينما فاز النادي المكناسي 2 ديال اللقاءات وتعادلوا في 4 لقاءات. اذا المواجهات فهي نوعا ما قليله بين الكوبيم والباط، 12 مواجهه.
بالنسبه للمقابله الاخرى الجيش الملكي ونهضه بركان فغادي تكون في حدود الساعه 6 مساء. فالمواجهه ديال الجيش الملكي ونهضه بركان 13 فوز للجيش مقابل 6 ديال الفوز لنهضه بركان و10 ديال التعادلات بين الفريقين. مقابله اخرى غادي تكون بين الفتح الرباطي واتحاد طنجه كذلك في تمام الساعه 6 مساء حيث يستقبل الفتح الرباطي اتحاد طنجه. حقق الفتح الرباطي 13 فوز بينما حقق اتحاد طنجه 10 فوز في مواجهته للفتح الرباطي بينما انتهت المقابله ب 11 مناسبه بالتعادل. إذا ديال المواجهات ديال اليوم باقي المواجهات يوم الثاني من الشهر المقبل في الدفاع الحسني الجديد ضد الجيش الملكي، الرجاء الرياضي ضد الفتح الرياضي ونهضة بركان ضد اتحاد طنجة. بينما يوم الرابع من الشهر المقبل هناك مواجهة ديال الاتحاد الرياضي التوارقي ضد المغرب التطواني وشباب المحمدية ضد الشباب سوالب بينما يواجه النادي المكناسي المغرب الفاسي يوم 5 من الشهر المقبل. للمتابعين الكرام الأجواء تبدو ممطرة هنا في مدينة تطوان وقطرات من الأمطار ديال الخير تتساقط في هذه اللحظة.